فيلم أوليفر تويست. تبدأ قصة الفيلم بإنجلترا سنة 1830 ويا طفل فقير ويتيم، وهذا الطفل يكون اسمه أوليفر، ونشوفه هو ويا رجال، وهذا الرجال اسمه بامبل وهو المتعهد وخادم الكنيسة، وبامبل ماخذه حتى يوديه لدار الأيتام لأن أمه وأبوه ماتوا لما كان طفل صغير، ووجود أوليفر بدار الأيتام هو مو بشكل مجاني، فإذا يريد ينام ويأكل ويشرب لازم يشتغل يم أصحاب الدار كل أنواع الشغل، وهو مو لوحده وأكو مجموعة من الأطفال بنفس حالة أوليفر وهم بداخل دار الأيتام، ومقابل الأكل والشرب والنوم يشتغلون كل أنواع الشغل المطلوب من عندهم، وأصحاب الدار يعاملوهم بعنف ووحشية وقسوة، وهم ما يهمهم الأطفال واللي يهمهم الفلوس وبس، والأطفال يشتغلون على مدار اليوم وينطوهم أكل قليل وما يشبعهم، وكل الأطفال المتواجدين كانوا دائما يشكون من الجوع وقلة الأكل، وبسبب شكوى الأطفال على مود قلة الأكل قرروا أصحاب الدار يسوون قرعة واللي يطلع اسمه ياخذ أكل زيادة، وبعدها يطلع اسم أوليفر، ولما يجي وقت العشاء يروح أوليفر ويطلب أكل زيادة، وأصحاب الدار بدل ما ينطوا الأكل بقوا يضربون بيه بكثرة، وهم كانوا مسوين القرعة على مود يعرفون منو اللي ديشتكي على مود قلة الأكل، وبعدها العاملين أخذوا أوليفر المدير الدار حتى يعاقبه، ومدير الدار يرفع قضية على أوليفر، والقاضي لما يشوفه وهو يبكي ينقهر عليه ويقرر يفرج عنه ويساعده، وبهاي الأثناء قرر مدير الدار يبيع أوليفر الشخص اسمه سوبري، وهو يشتغل ببيع التوابيت الخشبية، وسوبري ياخذ أوليفر وياه لبيته، وكان دائما يتعامل وياه بلطف وحنان، لكن زوجة سوبري كانت تضوج من عنده وتكرهه، وبأحد الليالي يروح أوليفر حتى ينام، بس يسمع شخص يضرب الباب بقوة، ولما يطلع حتى يشوف منه يشوف إنه أكو طفل أكبر من عنده بالعمر واسمه نوح، وهذا الطفل يشتغل ويا سوبري بالمحل، وأوليفر يعوفه ويرجع للبيت، وبصباح يوم جديد يروح أوليفر للمحل ويا سوبري ويبدأ يشتغل وياه، ولما ينتهي العمل أوليفر يبدأ يقفل بالمحل، بس سوبري لاحظ إنه أوليفر تعبان من الشغل وما بقت عنده طاقة، وبعدها بقى أوليفر ملتهي بشغله، بس نوح بقى يحكي على أوليفر ويستهزئ به، وأوليفر يفقد أعصابه ويهجم عليه ويضربه، فقرر نوح ينتقم من أوليفر وراح على خادم الكنيسة بامبل واشتكى يمه، واجتمعوا كلهم وبقوا يحكون عن المعركة اللي صارت بيناتهم بحضور بامبل، وسوبري عرف إن أوليفر مظلوم، بس استحى من بامبل وقرر يعاقب أوليفر، وبقى سوبري يضرب بأوليفر وهو حزين ومقهور عليه، وبهاي الأثناء أوليفر عرف إن سوبري راح يتعرض لهواية مشاكل بسببه، فقرر إنه يترك البيت ويهاجر لندن، ولندن تبعد عن أوليفر 70 ميل، وهو يعرف إنه هذا شيء صعب وطويل، بس هو مجبور ولازم يروح لندن، وبقى المدة طويلة وهو يمشي المسافة بعيدة لحد ما تعب وفقد الوعي ووقع، بس هنا يكون هو قريب على بيت عجوز، وهاي العجوز تروح عليه وتجيب لبيتها وتقدم له الأكل والشرب وبقت تحتني به، لكن هو رفض يبقى يمها وتشكر من عدها وقرر يكمل طريقه، وبقى يمشي لمدة أسبوع كامل لحد ما وصل لندن، ولما وصل هو ما عنده أي مأكل أو مشرب ورجله مجروحة وارمة بسبب المشي، وبهاي الأثناء يشوف طفل بعمره، وهذا الطفل هو يتفنن بالسرقة، فيقول له إذا تريد تعيش فأنا راح أعلمك شلون تسرق وتعيش، ويروح قدامه ويسرق الخبز بدون ما أحد يشوفه، والطفل يقول له تعال وياي وأنا راح أعلمك شلون تتفنن السرقة، وأوليفر اقتنع وراح وياه، ودخل البيت بهواية أطفال يتفننون بالسرقة، وهذول الأطفال تحت قيادة شخص اسمه فاغن، وأوليفر ينضم إلهم ويحس بالراحة والاطمئنان وينام ويقعد براحة، وأيضا يأكل الأكل الفخم اللي يحبه، وفاغن يعتني به، وبقى فاغن وفريقه يعلمون أوليفر شلون يسرق باحتراف وما حد يشوفه، ونعرف إنه فريق فاغن ببنات اثنين واللي هن نانسي وروز، وأوليفر كان دائما يحب يقعد وياهن لأنه هن يحبن، وبعد مرور فترة وجيزة أوليفر تفنن السرقة بكل حذافيرها، وهو حاليا جاهز لأول عملية سرقة بحياته، وبهاي الأثناء يروح أوليفر وتشارلي على مود يسرقون الرجال الواقف ويقرب الكتب، وبقى هو واقف بمكانه ويراقبهم، وتشارلي وصديقه راحوا حتى يسرقون هذا الشخص، بس صاحب المحل يشوفهم ويطاردهم، وأوليفر ينهزم وياهم، وبقى صاحب المحل وياه مجموعة يركضون وراهم الثلاثة، لحد ما وصل الشخص شايب وضربه ووقعه، وهنا أخذوا أوليفر للمحكمة حتى يتحاكم على جريمة السرقة، ولما يوصل أوليفر يوصل وهو مريض ويفقد الوعي ويوقع، وصاحب المحل لما يشوفه يقول لهم مو هو اللي حاول يسرق، وبعدها القاضي يفرج عنه، وهنا صاحب المحل ينقهر على أوليفر وقرر ياخذه وياه للبيت ويعتني به، ولما شافوا أوليفر وهو مريض وفقير قرروا يتبنوه ويخلوه وياهم يعيش بالبيت، وبعد مرور فترة قليلة نلاحظ ان حياة أوليفر تغيرت 360 درجة وصارت عنده ملابس فخمة وسرير مريح وهو قاعد بقصر وعايش عيشة الملوك، وصاحب المحل قرر يدخل أوليفر مدارس ممتازة على مود يتعلم ويتطور بمهارته، وهسه نرجع لفاغن وهو يضرب شارلي وصاحبه لانه تركوا أوليفر لوحده، وهو كان خايف لأوليفر يدلي شرطة على مكانه، وبهاي الأثناء يجي صديق فاغن وهو من أخطر المجرمين، وقرروا يدورون على أوليفر ويقتلوه،
يقتلوه لأن ممكن هو يشتكي عليهم وبعد ما يقدرون يسرقون. وهنا أرسلوا نانسي للشرطة حتى تعرف معلومات عن أوليفر، وعرفت من خلال كلام الشرطي إنه صاحب المحل تبنى أوليفر. ونانسي عرفت إنه ما دام أوليفر موجود بداخل قصر صاحب المحل فمعناها يقدرون يسرقون أموال صاحب المحل الغني، وبعدها هم راح يصيرون أغنياء. ويصير نفير عام عند فرقة فاجن وبقوا يراقبون تحركات أوليفر أول بأول. وبعد مرور الأيام روز تشوف أوليفر بأحد الأسواق وتبدأ تحضنه وتبكي، وفهمت العالم إنه أوليفر ابنها وهو كان ضايع من عدها، وبعدها أخذتها لبيت فاجن. بهاي الأثناء قرر أوليفر ينهزم ويبلغ الشرطة، بس فاجن يحبسه ويخلي عليه أشخاص حتى يراقبوه حتى ما يقدر ينهزم. وبأحد الأيام فاجن يروح على أوليفر ويطلب من عنده المساعدة حتى يدخلون للبيت صاحب المحل الغني ويسرقوه. ولما يجي الليل يروح فاجن وصديقه ويا أوليفر حتى يدخلون للبيت، لكن أوليفر يرفض يساعدهم ويقول لهم إنه هذا الرجال هو ساعدني ومستحيل أخليكم تسرقوه. بس هم عصبوا عليه وجبروه يدخل للبيت من الشباك حتى يفتح لهم الباب. ولما دخل أوليفر قرر يفتح الباب ويطلع صوت حتى صاحب المحل يسمعهم، وبقى أوليفر يصيح. وبهاي الأثناء صاحب المحل يشوفهم ويرميهم بالرصاص، وأوليفر ينهزم بس فاجن يضربه بكتفه ويروح عليه وياخذه وينهزم من البيت. ولما وصلوا لبيتهم خلوا أوليفر تحت العلاج وطلعوا الرصاصة من كتفه. وبهاي الأثناء صديق فاجن اتمرض مرض قوي ويقول الفاجن أنا لما أقوم وأتشافى من مرضي راح أروح على أوليفر وأقتله بسبب اللي سواه. لكن هنا ناسي تسمع المجرم وهو يريد يقتل أوليفر، فقررت تخلي حبوب منوم بداخل العلاج مالته حتى تساعد أوليفر لأنه هي تعتبره أخوها وهو قريب عليها وتحبه. ولما يجي صباح اليوم الثاني تروح نانسي على بيت صاحب المحل وتطلب من عنده موعد حتى يوقف بمكان وتحكي له على مكان أوليفر. ولما يروح المكان اللي اتفقوا عليه انطت عنوان بيت فاجن وهو المكان الموجود به أوليفر، وتقول له هو مو لوحده وأكو هواية أطفال وياه، وتنصحه يروح للشرطة ويشتكي حتى ينقذ باقي الأطفال. وبهاي الأثناء نشوف واحد من الأطفال وهو مراقب نانسي وسمعها لما حكت ويا صاحب المحل ويروح ويقول للفاجن. ولما فاجن عرف بخيانة نانسي طلع كل الأطفال من هذا المكان لأن الشرطة راح تجي على البيت. وصديق فاجن يروح على نانسي ويقتلها لأنه هي خاينة ولأنه هو عنده فوبيا من الخيانة. وبهاي الأثناء يقرون بالجريدة أنه شخص اسمه فاجن هو اللي خطف أوليفر، ويقرون أيضا أنه أكو جريمة قتل لبنية اسمها نانسي ولقوا الجثة بداخل البيت، واللي قتلها شاب عنده كلب أبيض. والشرطة تبدأ بتوزيع وتثبيت الأوراق على الجدران وتطلب من اللي يتعرف على المجرم ينطيهم خبر. وبهاي الأثناء صديق فاجن قرر يقتل الكلب مالته حتى ما حد يعرفه، لكن الكلب يحس بيه وينهزم من عنده. وصديق فاجن كان ما يقدر يطلع خارج البيت لأنه الكل يعرف أنه هو عنده كلب أبيض، والإعلانات صارت بأرجاء المدينة بأنه اللي قتل البنية هو صاحب الكلب الأبيض. وفاجن وفريقه ضايجين من عنده لأنه هو قتل نانسي بدون سبب. وبهاي الأثناء الكلب يجيب الشرطة المكان المجرم صديق فاجن، ولما شافهم قرر يهددهم وأخذ أوليفر وياه كرهينة حتى يخلص من الشرطة، وبقى يمشي فوق أسطح البيوت. وبهاي الأثناء يقفز المجرم من بيت البيت الثاني عن طريق الحبل، ولما يلتفت يشوف الكلب وهو دا ينبح عليه، وهنا تفلت رجله من السطح والحبل يتشلب بيه ويشنق نفسه ويموت. وبعدها راحت الشرطة وألقت القبض على فاجن وفريقه، وأوليفر رجع صاحب المحل وللعيشة الفخمة. وهنا أوليفر بقى يشك إنه فاجن بريء من الجرائم اللي صارت ضده، لأنه فاجن كان يعامله بحنية ولطف عكس الناس اللي قابلهم بحياته لما كانوا يعاملوه بالقسوة والعنف. وبعد تفكير طويل قرر يروح الفاجن بداخل السجن ويطمن عليه، وكان أوليفر دائما يزور فاجن وبقى مصر إنه هو بريء بس ما بيده شيء حتى يساعده. وبعدها أوليفر عاش ويا صاحب المحل العيشة الغنية ويكون كل شيء متوفر بحياته، وحاول يدور على كل الأطفال اللي كانوا ويا فاجن مثل تشارلي وصاحبه بس ما لقاهم. ولهنا تكون نهاية الفيلم. لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد.